ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور رخاوي، إحنا بنتكلم النهاردة عن الصراحة الزوجية. عملنا استطلاع رأي بالنسبة للزوجات وقلنا لهم في صراحة زوجية بينكم وبين الأزواج، فكل واحدة قالت هي بتخبي على زوجها إيه. طبعا ما نقدرش نجيبهم يقولوا الكلام ده، فهم كلفوني بإني أنا اطرح على حضرتك اللي قالوه. واحده خير، ست اللهم اجعله خير. يعني خير اللهم اجعله خير، هتطرحيه بصراحة ولا؟ زي ما قال زي ما قال واحده ست بتقول ايه، ان جوزها ما بيحبش ابدا فراخ الجمعيه، هو عايز فراخ بلدي من اللي بتتذبح وتتريش وتتنضف وحاجات كده، فهي بتشوف ان ده مضيعه للوقت، فبتروح تشتري فراخ من الجمعيه وتطبخها له وتقول له دي فراخ بلدي ومتنضفه وعلى 24 قيراط، وهو بياكلها ومبسوط جدا. واحدة تانية بتقول عفوا ان جوزها بيحب المحشي، فهي طبعا بتشوف ان ده تضييع وقت، انها تقعد تحشي ورق عنب، بيقعد يقول لها امي واكل امي احسن من اكلك. فعرفت واحدة ست بتعمل محشي في بيتها، فبقت تجيب حلة المحشي كل يوم وتشتريها وتحط له حلة المحشي وتقول له انا اللي عاملة المحشي. رأي حضرتك ايه؟ هي واحدة ست اللي بتعمل الاتنين دول ولا لا ستتين؟ ستتين، واحدة بتاعت الفراخ واحدة بس بتاعت لازم المحشي اصحاب. أكيد. انا مش شايف ان ده يعني الا ايه يعني، صراحة ولا قلة صراحة يعني، مثلا ده حاجات عادية، نصاحة. أنا ببتدي بس بالحاجات الخفيفة. الحاجات البسيطة هي أيوه دي نصاحة يعني. أيوه وانا اعتقد ان هو لو صحيح بيحب الفراخ البلدي والراجل يعني ذواقة، لو ما يكون هو مين هيفيسها يعني، أه فهي يعني عارفه جوزها، أي فهترجع دماغها ليه بقى تقعد تقنعه وما تقنعوش. انا شايف يعني ده تصرف ذكي واقتصادي، وانا اظن ان في احترام ايضا، بمعنى ان هي اختبرت حقيقه مذاقه، هل هي اشاعه ولا عند ولا تصليب راي، وقالت اما اشوف الحكايه. فالحكايه مشيت الحمد لله، ومعنى أه كده انها عندها القدره انها تخلي فراخ الجمعيه بلدي. صح. سيدة أخرى دكتور بتقول إيه، إن جوزها ما بيصرفش غير في الحاجات الضروريات، يعني مثلا ما بيصرفش على مصروفها الخاص على لبسها، إنما يعني في الضروريات. فهي بتعمل إيه، بتاخد فلوس مثلا تقول له أنا عايز أشتري 5 كيلو لحم، تشتري 3 وتحط بقية الفلوس في جيب، وهكذا وهلم جر. فإيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ هو انا ما اعرفش يعني، انا رايي بصفتي ايه؟ بصفتي زوج يعني، لا طبعا انا حابة مبسوط ان انضحك عليا بطريقه ما تغرمنيش، لان انا سمحت في مبلغ معين. هي لها حق يعني اعاده النقل من بند الفلاني بند اول الى البند الثاني الى البند الثالث، كونها بقى تقول لي او ما تقوليش بعد كده، اظن يعني كلام لا يصح الوقوف عنده. وبرضه هي اعتقد ان الستات عندهم ذكاء من نوع معين يعني، اي انا اظن ده نوع من التكيف يعني، هي بتدير امورها في حدود ما سمح به، كونها بقى ضروريات ولا سنويات، هي تقدر، هو يقدر الضروريات بطريقته وهي تقدرها بطريقتها، وما دام ما يبقاش فيه كذب، لان هو قال لها تصرفي في الضروري، اي فهي أنا يعني رتبت الضروري فالاقل ضروريه حسب مزاجها وحسب رايها، اي فلها حق التصرف. في سيدة أخرى أيضا يا دكتور بتقول إن هو زوجها مسرف جدا، حتى ما يعرف إيه اللي في جيبه يعني. وبعدين هم عندهم بنت على وش جواز، فالبنت دي عايزة مصاريف وعايزة حاجات وعايزة جهاز وعايزة وعايزة، فهي بتاخد برضو فلوسه عشان تجهز البنت من غير ما يعرف ولا حاجة، لأن هي لو سابت كل الفلوس هو هيصرفها كلها. فإيه رأيك؟ اظن برضو ما زلنا احنا في باب النصاحة مش الصراحة، الامثلة يكون لحد نصاح دلوقتي نصاحة مية مية يعني، وما فيهاش ما يشين، وما فيهاش ما يشين، بالعكس فيها ما يشرف، لان لا خلقت مشاكل ولا لا احنا صرفت بنشجع اثر عدد انهم يسرقوا جوازهم. والستات قواريب يعني. قواريب. طيب سيدة تسلم. أخرى، اتفضل. سيدة أخرى بتقول مثلا إن هي عندها والدتها، بتحب والدتها قوي، الزوج بيقول لها مرة واحدة في الأسبوع تشوفي الوالدة، هي بتحب تشوف والدتها كل يوم، فتقول له هي عاملة، سيدة عاملة، تقول له أنا بشتغل عندي اجتماع بعد الظهر 3 مرات في الأسبوع، عفوا 4 مرات في الأسبوع، وتروح تزور الوالدة.
وتقول له عندي اجتماع. ما دام ما بيبانش عليها اثار الزياره يبقى خلاص. لان هي ممكن تروح تزور الوالده وترجع تقلبها غم، وممكن أيه. تروح تزور الوالده وترجع تقلبها يعني عسل. أيه. اذا حسب اثار الزياره. يعني هي مش صريحه، هي بتكذب. ما هي بتكذب بس بترجع يعني تدي هنا وتدي هنا، فالخير يعم على الجميع يعني. أيه. لكن يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال بالنسبه لزياره الام والاب لازم الواحد يسال الزوج. والله انا مش عايز اخش في تفاصيل التعليمات في حدود الكذب من الناحيه الدينيه، انما هذا عمل فيه صله في رحم يعني. ولم يضر الحياه الزوجيه باي ضرر، واظن ده ذكاء اجتماعي جيد لحد دلوقتي. يعني ما دخلناش في الصراحه او قله الصراحه المخله. دكتور رخاوي، سيده اخرى بتقول ان عندها بنت عمرها 18 19 سنه، لاحظت عليها كده شرود وبتتكلم في التليفون كتير، فنادت البنت وقالت لها ايه الموضوع؟ قالت لها ان انا بحب ابن الجيران. بتقول يعني هي نادت الولد وكانت في نيتها تقول له ابعد عنها وما تكلمهاش، مش اصول وما يصحش، فلقت ان الولد قصده شريف وانه فاضل له سنه وتخرج، واحتضنت الولد وهو مناسب من كل ناحيه. وبعدين قالت له يعني تكلمها بس يبقى تحت سمعي وبصري، وفعلا الولد اتخرج واتجوز امه وعاش في التبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات. بتقول انا لو كنت قلت للزوج بقى ده كان عمل عمايله، كان مسك البنت خرجها من المدرسه وكان عمل حاجات كتير جدا جدا، فانا بصفتي ام وصفتي مسؤوله تصرفت هذا التصرف. يعني انا مش فاهم يعني حضرتك منقية إلى عينات الفاضلة الذكية الهادفة، يا إما لتحقيق تآلف زوجي، يا إما لتحقيق اقتصاد منزلي، يا إما لتحقيق يعني عاشوا في التبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات. ما أظنش إن في تعليق لا يعني علمي معقد ولا مركب، لأن العلم أساسا هو منطق السليم. لا يمكن أبدا يبقى في نظريات نفسية وطب نفسي يتعارض مع المنطق السليم وفائدة الناس. فلما يكون واحدة ست بهذه الحكمة وهذا العقل وهذا الوضوح، من حقها أنها مش هنقول بقى أنها خبت على جوزها معرفش العلاقة، هي أعفت جوزها من الانشغال الفلسو. ست لطيفة جدا يا دكتور، بتقول أن جوزها نايم، بحب الأكل قوي، تطبخ فرخة يأكلها كلها، تطبخ فرختين يأكلها كلها، ولا يعزمش عليه بحاجة. فست جاعت. فبقت تعمل إيه؟ تطبخ لروحها الأول وتأكل، فتقول وتقعد معها السفر، والله عزم عليها بجناح الفرخة كان ما عزمش، خلاص هو بيأكل الفرختين وبعد يقول بقى لأصحابه إن مراته بتحبه جدا لدرجة إن هي بس بتتفرج عليه وهو بيأكل وهي ما بتأكلش حاجة أبدا. انت عارفه بتفكريني بمنظر سهير البابلي واحمد بدير في رايا وسكينه لما تقولوا اديني خلينا حته دي. والله المخرج ما قال كده. اظن يعني هو ابتدى فيتحمل بقى، يعني مش هو ابتدى يكوش على مسائل. بس هي مش برضو المفروض تبقى يعني ست كده ليها شخصية وتدي له مثلا؟ طب هي لها شخصية، هي لها معدة قبل ما يكون لها شخصية. لها شهية ومعدة وحق. يعني ما تستناش يعني ما تاخد حتة منه. طب ما تحط له نص الفرخ وتخليه وتعجز النص، تحط نص تاني في طبق. مفيش داعي يعني تحط بتاع الأوزي كله على بعض، هو شاره بقى. فما أظنش أنت برضو في باب يعني صراحة أو التخبية، لأن هو من الأصل العلاقة كان فيها حاجة غلط. فيها حاجة غلط إن هي تقعد مثلا تستنى بقى وتنيها لحد ما بيخلص تجيب له الطشت والمية والبريق والمية الدافية، يعني هي اللي ظلمت روحها. فمن أصله فخلاص تتقلب بقى. وبعدين أظن زمان أنا أذكر إن كان في تقليد إن الست عورة إنها تاكل مع زوجها. وأظن ده امتد لعدة أجيال حتى حديثة من غير ما يبقى، كان زمان مباشر يعني يا إما التانية توقف تخدم يعني توقف وشايلة الأولى كده شايلة الأولى وإنها تفتح بقها وتاكل، يعني زي ما يكون هو واخد إنسانة بتتغذى من النسيم وأشعة الشمس وما بتروحش يعني تعمل حاجات زي الناس كده. لا يعني دي حاجة صافية ورائقة وما يشوفش العورة دي. طبعا ده تقليد قديم ما أقدرش أقول إنه كان وحش في زمنه، إنما النهاردة ما تتقلب بقى تكويش
فهي بقى تكويش تكويش بقى، الواحد اللي سبق كان النبأ زي ما بيقول. مظبوط يا دكتور. سيدة أخرى هي بتعمل وهي جميلة الجميلات، جوزها بيغير عليها قوي، كل يوم يقول لها حد عكسك، حد قال كلمة حلوة تقول له أبدا، وهي بتقول يعني إن كل الناس في الشارع بس هي بس تمشي كده وتلاقي المعاكسات، فبتقول أنا لو قلت له إن حد بيعاكسني ده هيقعدني في البيت مش هيحبسني بين 4 جدران، فطبعا أنا بقول له لا لا حد بيعاكسني ولا حد بيعبرني خالص. اقول لحضرتك حاجه، هو في اشاعه كده ان الزوج مش عايز حد يعاكس مراته، إشاعة. اشاعه، لان حقيقه الامر ان هو عايز يشعر ان هذه السيده التي يعني تنتمي اليه، او في بلدنا يقولوا بإنيها يعني ملكه، هي شيء ثمين. بإنيها دي يا دكتور في دي بلد يعني قريبة من بقني مثلا، خروف من بقول لحضرتك ده الشعور اللي يفسر اللي جاي، أيوه. ان ديت يعني شيء طيب لدرجة ان هو هذه المعاكسات اقرار بجمالها وانها شيء يعني يستاهل النظر، وهو مع ذلك هو لوحده الذي حازها والذي نالها دون كل هذه، فيمكن هي مش واخده بالها ان هو بيسالها عشان تقول له اعكسوني، فهي ضيعت على نفسها فرصه. ممكن يا دكتور. سيدة أخرى بتقول إن هي مركبة طقم أسنان من زمان الزمان يعني من 20 سنة، ومخبية على جوزها الموضوع ده، إيه رأيك؟ ما هو في نكتة في الحكاية ديت، إن هي لو وريته طقم أسنانها هو هيوري لها كل الأعضاء الصناعية بتاعته. فأظن يعني إذا كان طقم جزئي ماشي الحال، لأن هما الناس ساعات يطلقوا كلمة طقم أسنان على 4 سنات متركبين بصفة دائمة، إنما الطقم اللي بيتشال ويتحط في كوباية ده بالليل ما ينفعش يستخبى يعني بالمعنى. في الأغلب هي تقصد عدة أسنان بسيطة، وده برضو جائز، خصوصا هقول لحضرتك حاجة، جميع الأسئلة اللي حضرتك عرضتيها النهاردة أسئلة طيبة ووديعة، وتدل على حاجتين، إن الستات قواريب وإن الرجال عقلهم صغير لا مؤاخذة يعني، وهذا لا يعيب لا الستات ولا الرجال، ومن مصلحة الراجل إن هو يبقى عقله صغير، يا بخطره يا غصب عنه يعني يطنش ويعمل نفسه عقله صغير، أيوة. والست تتشطر يعني كده وتحل امورها من غير ما انا رايي واثبت لي واثبت لك وحاجات، ما دام المركب ماشيه والصدق متوفر والاهداف الاساسيه لارساء دعائم الاسره واقتصادها وتربيه الاولاد. هناك بقى امثله سيئه حقيقه. طب قبل ما حضرتك تقول لي الامثله السيئه وهسالك عليها، ماضي الزوجه هل من حق الزوج عليها انه يقعد ينبش في هذا الماضي، أو من حق الزوجة إن هي تنبش في ماضي الزوج؟ هو ده سؤال مهم جدا جدا يعني، وطرح علي قبل ذلك، والله حسب أولا وقت النبش، قبيل الزواج، في أول الزواج، بعد الزواج، وحسب شخصية الاثنين، وحسب نوع الماضي، يعني 3 عوامل مهمين جدا جدا. وبصفة عامة يستحسن تجنب هذه المواضيع في مصر بصفة عامة، لأن مفيش واحد يضطر حد إن يقول له كلام انتهى بخيره وشره، إذا كان غلط فأنا تعلمت منه، إذا كان صح فخلاص، من الصح موجود ما زال موجود قدامه. فمن حيث المبدأ يستحسن التغاضي عن هذا. أما يجي بقى جوز أو زوجة تقرر يعني شركها تقرره، تقعد تقرره في هذا، حتى لو حكيت له هيقررها في حاجات تانية، لو قالت له حادثة واحدة هيقول لها تبوت التانية والتالتة ويبني عليها وكذا وكذا. أما إذا كانت العلاقة توثقت حقيقة وفعلا والدنيا بقت رايقة، والثقة أساسا الذي يسمح بالمصارحة الحقيقية والشريفة هي درجة الثقة ودرجة النضج، يعني النضج ده مهم. الواحد مش عارف حكايه كبر عقلك، خلي عقلك كبير وخلي قلبك كبير ايضا. العقل الكبير يستوعب الماضي كماضي، ويستوعب الحاضر كتجديد، ويستوعب المستقبل كمسؤوليه وهكذا. القلب الكبير يسامح ويتقبل ويعرف ان ابن ادم خطاء، وان هو كمان خطاء، وان اخطاء الرجل لابد ان يحاسب عليها زي اخطاء المرأة سواء بسواء، ما حدش دين ولا كذا قال ان المرأة يعني خطأها يوزن بميزان غير خطأ الرجل،
مثقال ذرة زي مثقال ذرة، ما حاجيش تصنيف ان مثقال ذرة بتاع ست مثلا باتنين ومثقال ذرة بتاع الراجل بنص، ما حدش قال كده. فأظن ان العدل والسماح والإحاطة الحقيقية تسمح بالمصارحة، إنما أنا في مجتمعنا الأغلب أنه لا داعي للمصارحة، وفي نفس الوقت ده ما فيهوش تخبية أن الماضي ماضي. دكتور رخاوي، حضرتك شايف كل الأمثلة دي، يعني خفة دم ودبلوماسية إلى آخره، يعني ولا رأي حضرتك إيه؟ أنا شايف أن يعني حضرتك يا إما الجماعة اللي يعني تشجعهم وردهم كانوا طيبات وذكيات ويعني كده، يا اما حضرتك جملتيهم برضو يعني نقيت الحاجات البسيطة الظريفة اللي تديهم الحق في التجاوز او قلة الصراحة يعني. طب من وجهة نظر حضرتك بقى، ايه الاشياء بقى الخطيرة اللي يجب المصارحة بيها بين الرجل وزوجته؟ هو عدم المصارحة او الكذب ما يبقاش ابيض لما يكون ناتج من عواطف غير محسوبة أو حسابات غلط، وما ينتج عنه أضرار حقيقية إصلاحها صعب. فساعات غلطة واحدة يتركب عليها أو كذبة واحدة يترتب عليها، هضطر أكذب وأكذب وأكذب لحد ما الحكاية توسع ومعرفش لماذا. في أمهات مثلا يراعوا شعور الزوج، والأحسن يزعل الأحسن يضرب الواد، يجي الواد يسقط مثلا يا إما يسقط مؤقت فتخبي عليه أو تشيل الشهادة أو تغير الشهادة، يا إما يسقط فعلا ويعيد السنة ويصل الأمر، وأنا شفتها في خبرتي، إنها تخفي عليه أنه باقي للإعادة وتقول ده عدى من أولى لتانية وهو ما عداش. يقعد الأب متصور إن ابنه في سنة تانية ثانوي وإن السنة الجاية عليه الثانوية العامة وكذا. ويعني في أبهات مشغولين لدرجة فعلا يسيبوا الحكاية دي، تيجي تاني سنة يسقط تاني ويبقى في سنة تالتة هو لسه في سنة أولى. طب إزاي هنصلح الغلطة دي وإمتى والولد هيحتاج مساعدة في إيه وكذا وكذا. يضيع الولد وهي فاهمة إنها الإيه حنينة على الولد، في نفس الوقت المراعية شعور أبوه لحسن يزعل كذا كذا. أظن ده عملية في منتهى الخطورة. في أمر آخر شائع برضو في مجتمعنا، إن قريب مش ضروري يكون قريب قوي مثلا، ربنا سبحانه وتعالى يفتكره تخبي عنه الخبر قال إيه لا يزعل. وإن يعني ما يكونش مثلا في علاقة وثيقة وكذا، إنما يكون قريب له دلالة خاصة في واجب معين، فتخبي تأجل نقول له ما نقولوش أصل هو مش عارف عنده مرض إيه حاجات كده، مع إن هذا القضاء وقدر وإرادة الله بما تقابل بصبر ووضوح، وحاجات زي كده تتكرر ويبقى بحسن نية إنها خايفة على شعور جوزها، خايفة على شعور ابنها، خايفة على شعور كذا. دي كلها أشياء خطيرة جدا وتدل على إنها لا هي عارفة جوزها ولا عارفة ابنها ولا عارفة الواقع ولا عارفة جدية الحياة، وإن السيء سيء والحسن حسن والاتنين على بعض بيعملهم حقيقة الحياة الجارية. أيضا طبعا الأخطاء اللي هي تتعلق ب طب افرض حضرتك الابن بيشرب مكيفات ومخدرات، انا كنت هحاول على كده يعني باضرار ان احنا نلحقها في الاول ممكن جدا لازم تقول اذا تمادى زي حضرتك زي المخدرات دي. انا لاحظت ابني بيتاخر شويه، بيصرف اكتر، بيطلب مصاريف اكتر من مصروفه، بيرجع مش مصحصح قوي، بيصحى من النوم متاخر عن عادته. كل دي علامات ان في شيء ما مش حلو. في اول اسبوعين في اول شهر ملحوقه تحويده ورجعنا، انما ما اقعد اخبي خايف على شعور الاب وخايف على ايذاء الابن ويمكن يرجع، واقعد انصحه نصايح لا هي راحت ولا جت، ومش ابص الاقي نفسي بعد 6 شهور بقيت عاده بيولوجيه. يعني الاول الواد بيجرب او ماشي مع ناس مش كويسين، انما بعد 6 شهور بقى دخل في الخلايا. الخلايا هي اللي بتنده للمادة دلوقتي وتقول لها أنا عايزة وإلا وإلا. الخيال أصبحنا خرج الأمر من إيدنا، فأي كذب أو أي عدم صراحة يقضي على ولد بهذا الشكل وبحسن نية الخوفا على مشاعر يعني زوجها أو كذا. أظن المسائل اللي هي تتعلق بالعلاقة الزوجية نفسها، يعني حاجات القلوب بين إصبعين من أصابع الله يحركها كيف يشاء. وأظن ساعات الست تميل إلى آخر يعني، بس مش معنى خيانة زوجية أو كذا، مجرد
ميول يمكن التحكم فيها اذا الواحد شافها راي العين. كل دايما الحاجه لما تبقى في الضلمه تكبر من غير معنى. لما نتكلم فيها ونحترم المشاعر الانسانيه تبص لها تصغر 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 وتطلع لا هي حب ولا هي ميول ولا هتخون ولا حاجه قالت. تطلع ان بني ادمايا بتشوف وبتميز وبتكلم وساعات يهزرهم الصراحه الحقيقيه. الزوج ساعات يستلطف حد فيقولها بطريقه مجامله طيبه وهي ايضا لها هذا الحق. انما هذه المجامله الطيبه تموت حاجات تعشش في الضلمه وينبني عليها اشياء تهدد الحياه الزوجيه وتخل بالامانه الحقيقيه. فهذه الانواع من عدم الصراحه سواء كان على العلاقه في الثقه الحقيقيه او ضرر الولد في شهادات او كذا او اخفاء اخبار اليمه لا يصح ان تخفى او تاجيل معرفه موقف الولد في الدراسه او في علاقاته او كذا عن الزوج انا اظن علامات منذرة وخطيرة وتهدد إما البيت نفسه كحياة زوجية وإما مصلحة الأولاد. وأظن دي كلام ما أعتقدش أن الناس كتبوا لك يعني بكل هذا الوضوح لأن الواحد دايما يحب يوري الجانب الحسن. لا يعني زي لعيبة فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراءة الكتاب يقول لك أنا عيبي أني طيب أنا عيبي أني بحب الناس وإن ما حدش يقول أنا عيبي أني ندل مثلا. لكن يا دكتور هم عموما الستات بتخبي ما بتقولش الصراحة يعني بيبقى هل تكوينهم كده يعني تكوينهم البيولوجي ليه بس بتحكمي عليهم كده يعني تربيتهم الاجتماعية. طب ما الرجالة بتخبي برضو مش زي الستات والله الرجالة قلقان يعني أصل الرجالة يعني الستات بتخبي ويبان عليهم إنما خايفين يعني يا دكتور الرجالة يعني طب ما الرجالة يبقوا غلطانين يعني لما هي يخب... الست بتخبي ليه خايفة خايفة. طب والراجل بيخبي ليه بيجح لا يعني احنا عايزين الراجل يبقى ما يبقاش هلاكه يعني لا ما هو مش من التفهم يعني لا ما انا ما اقدرش يعني بحترم رايي بحترم راي حضرتك تماما ولكن انا اظن ان الرجاله بتخبي اكتر واظن الستات ما بيخبوش كلهم من الخوف. في واحده بتخبي احتياطي يعني في واحده بتخبي بدل ما هي قاعده كده يعني ده هتقول كل حاجه لا تقول الا حته امال هتخلي ايه لبكره حاجات كده يعني ما اظنش يعني التعميم ده ما فيش ست بتخبي عشان جوزها خايف ده بتخبي عشان خايفه على جوزها عشان أو خايفه من جوزها او خايفه من جوزها اذا بقى مش كله خايفه من جوزها لا او خايفه عليه او خايفه منه اظن يعني فيه كانت خايفه منه يعني نقول له ان هو يبقى متسامح ويبقى متفهم ويبقى طب واذا كانت خايفه عليه ما هوش ديكتاتور يعني واذا كانت خايفه عليه نقول له يبقى جدع عشان لا يعني يبقى بالظبط لا انت عايزه تجيبي اللوم على الرجاله ان عشان يعني الراجل ديكتاتور فالست بتخبي بتخاف منه طبعا اظن ده نموذج قائم ولكنه ليس الاكثر يعني الستات يحبوا يخبوا قال ايه يحتفظوا بركنه خاصه تدي لهم يعني نصاحه معينه وانتصار سري قال يعني بقى ايه خبت ونجحت وحققت اللي هي عايزاه وهذا المغرور المنفوش ما هوش عارف دي بتدي لذة بغض النظر عن ان هو مخيف ولا لا يعني لو في حوار وفي صراحة قطعا الامور هتمشي احسن يعني ما هو في حوار بس الناحية التانية حوار في المسموح يعني زي ما في حوار لا حوار في المسموح والغير مسموح يعني حسب برضو مش جبروت الرجل حسب الثقة المتبادلة بين الاثنين ودرجة النضج ودرجه النضج. افرضي مثلا ست فجاه استثقلت دم جوزها مثلا تقول له والله ان اليومين دول بقى دمك تقيل على قلبي مثلا ده صراحه سخيفه جدا هيروح رايح عالمين او يسيب البيت ويخرج يعني المفروض يعني تقول انا متعكننه شويه بقى طب سيبني دلوقتي حاجات كده يعني يعني في طريقه لتوصيل الرساله الصعبه من غير ما نلبخ يعني ونسميها صراحه كده يعني. فما اظنش ان كل او يعني انا يعني اتخانقنا شويه النهارده ما اظنش ان كل الستات بيخبوا عشان خايفين من جوزهم وانا اعتقد ان الرجاله بيخبوا اكتر والرجل ليس له الحق بصفته رجل ان كميه الاخفاء بقى يعني تبقى اكتر من الست يعني هو بيخبي ايه يا دكتور بيخبي كل بيخبي ماهيته بيخبي دخله كثير جدا من الستات ما يعرفوش جوزهم بيقبض كام او بيقبض خدي انا بقبض اهو يريها السركي وله دخل خاص له عمل ما اعرفش ايه له خبي 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 الزوجه الثانيه
عزيزي المشاهد، في مثل شعبي بيقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، ومثل شعبي بيقول أيضا إن البعاد بيطفئ جذوة الحب. لكن في عالمة أمريكية ألفت كتاب اسمه زواج على سفر، هذا الكتاب بيهدم هذه النظرية الشرقية. العالمة الأمريكية بتقول إن في الجواز على سفر أو الزواج على سفر بيحصل نوع من الافتراق بين الزوجين، يمكن ما بيقابلوش بعض إلا مرة في الأسبوع أو مرة كل شهر أو مرة كل سنة، حسب الأجازات وحسب الإمكانات وحسب الميزانية. بتقول إن نسبة نجاح هذا الزواج اللي هو الزواج على سفر نسبته أكتر بكتير من الزواج العادي. بتبرر كلامها ده، بتقول إن عشان كل من الزوجين عارفين إنهم عايشين مع بعض فترة وجيزة، فكل واحد بيحاول إن هو يتحلى بأجمل الصفات، وأيضا عشان هذه الفترة الوجيزة بيبعد كل من الطرفين عن الخناقات الزوجية النكدية على حد قولها. على سبيل المثال، مثلا الزوج يقول الزوجة انت بتصرفي كتير، خلي بالك من البيت، خلي بالك من الولاد. على سبيل المثال ايضا الزوجة تقول للزوج انت طول النهار بره، انت باينك عاوز شغالة مش عاوز ست بيت. العالمة الأمريكية بتضيف وبتقول إن الزواج على سفر بيخلي كل من الطرفين يلتزموا التزام عميق، بمعنى إن هيتكلموا في التليفون أكتر، هيبعتوا رسائل أكتر، هيتقابلوا في المطارات وفي محطات السكك الحديدية، وبالتالي هيحصل نوع من جذوة الحب، يعني الحب هيشتعل أكتر والزواج هيبعد عنه شبح الملل. الزوجة الأسفة العالمة الأمريكية بتختتم كتابها وبتقول دعيه يعيش بمفرده، تأمنين وفاءه وتضمنين ولاءه. عزيزتي حواء، إيه رأيك، تسمعي كلام العالمة الأمريكية ولا تسمعي كلام جدتي اللي بتقول يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال؟ الدموع الدائمة مرض والسعادة الدائمة سذاجة.